رجعنا لكم مع الصديق رغم فرق العمر استاذ محمد فتحي. منور يا استاذ محمد. الله يخليك. حضرتك دكتور في كليه الاعلام اداب حلوان. اداب حلوان مساعد الصحافه باداب حلوان. تمام. ايه رايك في العام الجامعي الجديد اللي دخلوه فالكون وايه رايك في الجو ده؟ انت شايف ده عامل ازاي؟ والله كنت لسه هناك النهارده، كان عندي محاضرات النهارده وبعدين شويه مستغرب من اكتر من حاجه، بس شويه كمان بقول ان يعني الوضع ملتبس ومرتبك جدا جدا ومفيش حد عارف بيعمل ايه، فكل واحد بيتعلق بالاشياء اللي حواليه. انا شخصيا ضد فكره ان شركات امن خاص المفروض ان هي مسؤوله عن مولات او مسؤوله عن تامين بعض الحاجات الصغيره جدا جدا ديت، فجاه تبقى مسؤوله عن الجامعات المصريه بدون تدريب بدون اعداد بدون اعداد كوادر، لان هو فجاه الناس اللي هو قوام الشركه دي اللي المفروض مثلا لو افترضنا ان هم 200 فجاه بقى المطلوب منهم ان هم يبقوا 5000 او 5000 5000 ده بتتكلم الجامعات المصريه كلها. امتى الناس دي تم اختيارها وتم اعدادها؟ ده رقم واحد. رقم اتنين يا دكتور، انا متخوف جدا من اللحظه اللي ممكن يبقى فيها صدام بين الامن اللي من النوع ده وبين الطلبه. طب ما حصل يعني حصل في جامعه القاهره. متخوف من صدام اعلى من كده. اعلى من كده اعلى من كده لان في لحظه من اللحظات لو حاجه خرجت غلط او في اتجاه غلط مصر كلها هتولع. هم مسلحين؟ يعني قيل ليا ان هم يعني بعضهم مسلحين. حد مثلا انا ما شفتش بعناية الحقيقه، بس قيل لي ان بعضهم بعض اطراف يمكن بعد مسلحين. يمكن سلحهم بعد ما حصل موت لانهم حرقوا لهم حاجات وحاجات بالشكل ده. صحيح، لكن خليني اقول لحضرتك على حاجه تانية انا كنت حتى بتكلم فيها مع زملائي من الطلبه النهارده. كنت بكلمهم في فكره ان يا جماعه هي الناس ديت يعني بتاخد فلوسها منين؟ من مين؟ فاذا كانت بتاخد الفلوس من الجامعات او من وزاره التعليم العالي فهي اكيد بتاخد فلوس كتيره جدا، او بتاخد فلوس مننا من الفلوس دي بتاعتنا احنا بالزبط. الفلوس دي بما ان اداره الجامعه او وزاره التعليم العالي قادره على توفيرها للامن، لماذا لم توفر من قبل للدراسة؟ لماذا لم توفر من قبل للأنشطة المحترمة؟ لماذا لم توفر من قبل لتطوير التعليم الجامعي؟ للمسرح الجامعي. التعليم الجامعي بعافية جدا يا دكتور. طبعا انت ما انا عارف انه بعافية جدا، يعني كل حاجة بعافية الحقيقة. واللي بيوجعك اكتر انك يعني بتتفرج على طلبة للأسف الشديد بيعانوا من اخطاء سنوات سابقه عديده جدا. كل السنين اللي فاتت من ايام التعليم الاساسي الى الان هم بيعانوا منها، ودلوقتي بيجي لك الطالب اللي هو المفروض مثلا في ثالثه او في رابعه اعلام بس ما بيتابعش جرايد، ما بيتابعش برامج توك شو. بيجي لك الثلاث سنين اللي فاتوا سيسوه رغما عن انفه. بالظبط. حتى لو هو ضحل المعرفه او معرفته معرفه قليله لكن اصبح مسيس، فاي حد جاهز انه يصب في دماغه ديت اي حاجه في اي اتجاه يدخله. فدي مصيبه اتجاه. فدي مصيبه في حد ذاتها. طب انت فتحت موضوع شائك ومهم هخش منه على، انت بتقول ان هم عانوا او يعني هم نتاج السنوات السابقه من انهيار الدوله. صحيح. في كل المجالات من فساد وتعليم وهكذا خاصه التعليم. طب ايه رايك في اسباب هذا الانهيار؟ اكيد الحزب الوطني طبعا، ده 100% يعني، ورجال الحزب الوطني ورجال اعمال الحزب الوطني وعهد مبارك اللي قعد 30 سنه. طب ايه رايك في ان هم عايزين يرجعوا يخشوا مجلس الشعب تاني؟ يعني انت ايه رايك في هذه الايه هي انت عارف يقول لك ايه يعني الملهاه السوداء؟ يعني هي مش كوميديا سوداء على قد ما هي انا بعتبره يعني، وممكن ده يبقى في وش انا عشان عارف قد لا تستعمل هذه المصطلحات، ده فجر. فجر ده بين قوسين كده فجر. مش كده؟ ويعني فجر من نوع شديد جدا. وانا مش بس ده اللي مضايقني ان هم عايزين يرجعوا، انا اللي مضايقني ان بعض الناس يعدوا العده لعودتهم تحت زعم ان مش احنا جربنا اهو الاخوان. ما هم احسن من الاخوان. طب واحنا ما ينفعش البلد ديت تبقى نظيفه منهم ومن الاخوان؟ يعني البلد دي اتكتب عليها ان دايما يبقى عندها السيء والاسوء. مش عايزين نجرب كويس، مش الاحسن ومش مش الحسن والاحسن، السيء والاسوء. كابتن شوبير هو كان عضو في الحزب الوطني الحقيقه، اطلق مبادره اسمها تعالوا نشم هوا نظيف. والراجل بيقول في مبادرته يعني
الدورة القادمة يجب ألا يترشح فيها حد من الحزب الوطني ولا من الإخوان المسلمين. وهو على فكرة لما يقولوا احنا جربنا الإخوان المسلمين، الإخوان المسلمين قعدوا سنة، انتوا قعدتوا 30 سنة، والإخوان المسلمين هم طلعوا برعايتكم، يعني انتوا السبب في الإخوان المسلمين جم، مش احنا يعني. يعني لما حصلت الثورة 25 يناير احنا لم نجد أي قوة منظمة تحت رعايتكم غير الإخوان المسلمين، فانتوا كنتوا يعني المعارضة يعني الحكم والمعارضة المستأنسة كنتوا انتوا الإخوان المسلمين. بص دكتور، بما ان احنا يعني بدأنا بالموضوع الشائك ده، تعالى امد الخيط على استقامته مع حضرتك زي ما احنا متعودين، واقول لحضرتك ان للأسف الشديد انا شخصيا اشعر بنوع من انواع الاحباط، لان ما يمكن ان نسميه سياسة مات في مصر. السياسة ماتت اكلينيكيا في مصر. تمام. احنا يعني ايه السياسه ماتت؟ الديمقراطيه اللي ماتت ولا السياسه اللي ماتت؟ السياسه نفسها. ازاي؟ نحن الان لا نمارس اي لعبه سياسيه او ادوار سياسيه. بمعنى نحن نمارس الصوت الواحد. الصوت الواحد. ومش بس، انا عايز ادي لحضرتك مثل. اتفضل. بمناسبه الصوت الواحد، هل تستطيع حضرتك انك تذكر لي من الان يمثل المعارضه؟ مفيش. الناس بتختصر المعارضه، وده للاسف فهم قاصر، في الاخوان المسلمين. ومعنى ان انت تختصر المعارضه في الاخوان المسلمين ان انت اي حد هم مش موجودين على الساحه اصلا، هم مش موجودين على الساحه، ان اي صوت هيطلع ينتقد مجرد انتقاد، فانت هتحسبه على الاخوان المسلمين. ودي مصيبه دكتور في حد ذاتها. طبعا. بلد بلا معارضه مناخ خصب جدا جدا لاعداد دكتاتور. ما اظنه وما ارجوه وما اتمناه وما وعدنا به من قبل ان الرئيس الحالي اللي هو الرئيس السيسي لن يكون مثل سابقيه. نتمنى ذلك، وانا يعني اربأ بيه يكون مثل سابقيه من اللي انا شايفه من ملمح بس طبعا انت تعلم ان هناك من هو ملكي اكثر من الملك. يعني ما انا مشكلتي دكتور في الشماشرجيه دول. يعني انا كنت كاتب حاجه امبارح اسمها ان دي يعني بلد المابت شو. شويه في عرايس رافضين ان هم يخرجوا من مسرح، في حضرتك عارف كده الضفدع في المابت شو، كريمت مصر يبقى موجود، كريمت ده مصر ان هو يبقى موجود مش هيخرج. الموضوع دلوقتي مش في فكره الاصرار انه يبقى موجود، الموضوع في فكره انك لا تقدم بديلا له. ان احنا دلوقتي ما عندناش المعارضه اللي انت بتشجعها ان هي تبقى معارضه. طب انا هسالك سؤال، مش في ناس هترد تقول لك ما معناه لسه ما فيش مجلس شعب، وبالتالي احنا في 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 وضع محتاجين ان البلد تمشي شويه لقدام، مش عايزين بقى صوت يقعد يقول لي. يعني بقول لك اللي كثير من الناس بيقولوه، ومش بس كثير من الناس بيقولوه، ده كثير من الناس موافقين عليه. اذا اخطات فقوموني. ده يعني سيدنا عمر بن الخطاب. ما اعتقدش ان في حاكم في التاريخ هيبقى افضل من سيدنا عمر بن الخطاب. طبعا. المشكله في فكره انك ايضا تعتبر التقويم نوع من انواع الوصاية ونوع من انواع المعارضه التي يمكن ان تنسبها فيما بعد للاخوان المسلمين. ودي مصيبه في حد ذاتها. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا اخشى ما اخشى ان مجلس الشعب الجاي يتحول الى محلل. اللي هو سقفه هو سقف الحاجه اللي ليها علاقه بالحكومه، مش السقف بتاع السياسات العامه للبلد. واللي انا شايفه من التركيبه والعجينه اللي بتتعمل دلوقتي يا دكتور في الكواليس بالنسبه لمجلس الشعب الجاي، ان في وجوه عايزه تعمل يعني ترابطات وتحالفات تخلي المجلس الشعبي القادم عباره عن مجلس مستأنس. مجلس مستأنس كله بلا استثناء. تقول اسماء ولا مش عايز؟ انا بسمع التحالفات بتاعت الدكتور كمال الجنزوري بتخض. ويقول لك احنا هندي مش عارف كام كرسي للمصريين الاحرار وكام كرسي زيهم للوفد، اسمع التحالفات بتاعت الاستاذ مصطفى بكري بتخض. اسمع التحالفات بتاعت ان الوفد هيخش في تحالفات مع مين بتخض. ليه؟ لان كل هذه القوى غير موجوده في الحقيقه على في الساحه وفي الشارع المصري وفي وسط الناس. واذا بيهم فجاه هم اللي مفروضين علينا ويعني كاتمين على انفاسنا، عايزين كمان يشكلوا مجلس الشعب الجاي، وكان مجلس الشعب القادم احنا برضو هنخش في المشكله بتاعت السيء والأسوأ. تمام. يعني ما دول اللي قدامنا يعني. فكرة ان انت يفرض عليك ده بقى دكتور، دي مصيبة في حد ذاتها. طب انا هسألك سؤال. اتفضل. هو دلوقتي مش رئيس الجمهورية يعني في جميع خطبه اتكلم على الشباب، ده وقت الشباب. انت شايف اي شباب من اي نوع في اي مكان؟ لا. شوية بيبقى عندي بريقة امل لما بشوف حاجة في شكلها وفي كيانها كويس جدا ليها علاقة
المجالس الاستشاريه المتخصصه التابعه مباشره لرئيس الجمهوريه اللي هو زي مجلس تنميه المجتمع. فاتبسط جدا لما الاقي حد زي الدكتور اسامه الازهري موجود. اتبسط جدا لما الاقي حد زي صديقنا الروائي احمد مراد موجود. اتبسط جدا لما الاقي واحد بانجاز وقيمه الدكتور شريف ابو النجا مستشفى 57 357 موجود. بس انت محتاج ان انت تترجم شغل اللجان ديت لواقع وانجاز اقدر اشوفه والمواطن يقدر يشوفه ويستفيد منه عشان ما تتحولش البلد كلها لبلد لجان. يعني زي زمان كان في حاجه اسمها مجلس القمار المتخصصه. عملت ايه؟ على فكره كانوا بيقدموا حاجات رائعه وكانت بتتحط في الدرج على في الدرج. طب انت مش شايف ان ده احتمال يبقى ده تمهيد؟ يعني لما يبقى في مجلس استشاري لرئيس الجمهوريه من اللي انت الاسماء الهائله اللي انت قلتها، مش احتمال ده يبقى محاوله لانك تضخ دماء يعني هذه بدايه؟ صحيح. لان احنا مثلا رئيس الجمهوريه بقى له 4 شهور الحقيقه. يعني انا الحقيقه اعرف شباب يا دكتور موجودين في الدايره القريبه جدا 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 من الرئيس السيسي محترمين جدا. تمام. يعني انا اعرف شباب. تمام. وانا على فكره ربما كانوا في القوات المسلحه مع الرئيس السيسي بس انا عارفهم كلهم وهم فعلا شباب كويسين. شباب محترمين ودماغهم كويسه جدا جدا. تمام. جدا. بس انا كده ما بمثلش ما نسميه او ما ندعو له من تمكين، لان التمكين مش ان انا امكن الناس اللي انا عارفها. اوكي. التمكين ان انا امكن الناس اصحاب الكفاءات حتى لو في الصعيد، حتى لو في حلايب وشلاتين، هجيبه بما انك صاحب كفاءه هتفيد هذا البلد هدور عليك. عارف الكشافين يا دكتور بتوع كره القدم؟ مصر محتاجه نوعين من الناس، نوع كشاف وده انا بسميه البلاي ميكر وده اللي بيقعد يعني بيباصي الكوره عشان تجيب الجون، والنوع الثاني اللي انا بسميه المدير او راس الحرب. تمام. المدير ده بيجيب الجون. بيجيب الجون. مصر طول عمرها مش في حاجه الى رئيس بقدر حاجتها لمدير. طب انت محمد مع حفظ الالقاب طبعا يا دكتور طبعا، انت الرئيس السيسي تمام، قول لي هتعمل ايه علشان الشباب دول تقدر تمكنهم علشان تحقق الوعود اللي قلتها، علشان على الاقل بجد يعني نرد الدين للشباب اللي اوريدي دمهم اللي خلى رئيس الجمهوريه موجود دلوقتي. طيب تعمل ايه؟ اعمل اكتر من حاجه. اتفضل. انا لو انا الرئيس السيسي اول حاجه اعملها ان انا اشوف الشباب من اصحاب الكفاءات بغض النظر عن انتمائها السياسي. كويس. تعالوا يا شباب يا اصحاب الكفاءات هنقعد مع بعض. هتجيبهم منين؟ ازاي؟ عبر ايه؟ الاليات. الاليات دي مهمه على فكره. الاليات دي ده اهم حاجه على فكره. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا. مصر بما ان هي بلد مؤسسات او بيقال لنا من زمان ان هي بلد مؤسسات. فكل مؤسسه او نتمنى ان تكون بلد مؤسسات. نحن ان تكون بلد مؤسسات. تمام. فكل مؤسسه فيها وكل جهه فيها شباب عبقره. كويس. انا بقول ما بقولش ان انت مدير كل شركه او منظمه او منشاه يقدم ترشيح لانه في الاخر برضه هيغلب عليه الهوى. ماشي. ومن هوى فقد هوى. تمام. انا بقول ان يحصل نوع من انواع البحث عن اصحاب الكفاءات من خلال داتابيز لازم تبقى موجوده عند الرئيس. افكرك بحاجه عملها صديقنا احمد المسلماني. تمام. في اواخر فتره لما كان ماسك مستشار عمل حاجه وراح مقدمها للرئيس عدلي منصور في نهايه ولايته اسمها الكتاب الابيض. خبراء مصر من الشباب ومن العقول الشابه في مختلف المجالات والداتابيز بتاعتهم، وكمان عمل اجتماعات ليها علاقه بشباب المصريين الذين درسوا في الجامعات الامريكيه. تمام. وتعلموا في هارفارد وفي اوكسفورد وفي كولومبيا. الكلام ده فين؟ الكلام ده فين يا جماعه؟ كلمونا الاستاذ احمد المسلماني الصديق نعرف الكلام ده فين، لان ده اللي بتقوله ده مهم ونقطه ضوء اللي بتقوله ده يعني حاجه على الاقل لما يبقى ده موجود يبقى على الاقل الداتا بيز اوريدي موجوده. دي ابسط حاجه يا دكتور. ده انا لسه ما اتكلمتش عن ان انت ازاي تعين كشاف فعلا وظيفته ان هو ينزل في فريق كده المفروض يا دكتور ما اعرفش شفت حضرتك في فيلم العبقري بتاع واك ذا دوج ولا لا؟ شفته. فاكر روبرت دينيرو؟ روبرت دوج طبعا. هو روبرت دينيرو ده احنا محتاجين واحد زيه، مش عشان يفبرك فيلم. لا لا. عشان يبقى الراجل اللي بيحل المشاكل، بيشوف كويس جدا وبيحل كويس قوي، العين اللي هو العين اللي متصله بكل حاجه. انا محتاج فريق كامل مع الفريق مع الرئيس السيسي بيعمل ده، بيعمل ده وهو مش معروف هو مين. تمام. وهو بيتفرج على التوك شو عشان يشوف الافكار اللي بتتقال، مش عشان يقول ازاي يقول ده كده وازاي ده ما يقولش كده وازاي تستضيفه الراجل ده، انا عايز اشوف ايه الافكار اللي بتتقال واستفيد منها. دكتور محمد انا هنا الاسبوع اللي فات في مثل هذا اليوم
قلت على حادثة وقعت لشاب فضل 7 ساعات بيخش مستشفيات بيعالجوه، محدش راضي يستقبله عشان معهوش فلوس، رغم ان الدستور بتاعنا بيقولك اي حد يروح مستشفى لازم يستقبلوه الى ان مات بعد 7 ساعات. شاب انا اعرفه شخصيا وعنده 200 صغيرين الله يرحمه يعني، الله خلاص يرحمه. وطلبت قلت لهم يا جماعه من فضلكم تحقيق عشان الناس، محدش رد بقالي اسبوع اهو، محدش رد، كاننا يعني نصرخ في واد غير ذي ذرع يعني، مفيش حد رد ولا كاني في اي حاجه. منهم مستشفى للقوات المسلحه كوبري القبه العسكري، انا بقول الاسم، مستشفى الجنزوري، مستشفى عين شمس التخصصي، ودي تاني حاله نحكي عنها. دول 3 مستشفيات كبيره بالمناسبه، رفضوا يستقبلوه الى ان مات لانه معهوش فلوس. تمام، انا بس بشرح لك عشان انت بتقول لي يقعدوا يتفرجوا على التوك شو ويقعدوا مش عارف ايه، ده انا يقعدوا عشان يعملوا ايه؟ يقعدوا عشان اللي حضرتك بتقوله ده. واحد محترم، المفترض انه يكون في واحد محترم صاحب سلطه وصاحب نفوذ، لما يسمع حضرتك بتقول ده يروح كاتب في الورقه والقلم اسم الراجل واسم المستشفيات، وتحال الادارات كلها عندنا، وتحال الادارات ديت كلها للتحقيق الفوري ده ان لم تقال يعني. وهات لي ادارات ثانيه تنفذ القرار ده، ورقاب على 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 الناس اللي بتنفذ هذه القرارات واللي هي قرارات المفروض ان هي قانونيه وتابعه من اعلى سلطه في البلد، وتشوف تنفيذ ده بيحصل ولا لا. حد يحرك مثال تاني؟ اتفضل. في ناس كتيره محبوسه بالقواعد بتاعه العقل والمنطق، بالقواعد بتاعه العقل والمنطق اللي هو من غير ما اشوف اي حاجه. المثل الشعبي بيقول لك ياما في الحبس مظاليم مظاليم. فانت قدام فريقين بيتخانقوا، فريق بيقول افرجوا عن المعتقلين، والفريق التاني بيقول احنا ما عندناش معتقلين. فين البلاي ميكر والعين اللي قاعده في النص عشان تقول طب بص يا حبيبي انت عندك بيانات اديها لنا، وانت عندك قانون اديه لنا، هات لنا بقى الاثنين دولت قدامنا، اقعد يا عم ادرس الكلام ده. فهتكتشف ان في اطفال محبوسين، وفي طلبه جامعه في الجامعه الامريكيه معتقلين، واللي يقول غير كده يبقى بيكذب على الناس. في ناس عايز ومعتقلين وهم مظلومين، مش وهم ايوه طلبه جامعه. احنا ما بنتكلمش على اللي مسك مولوتوف، لا 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 لا، ولا بنتكلم على المجرم، ولا بنتكلم على الارهابي، ولا بنتكلم على اللي بيخرب، بنتكلم على طلبه مشوا في مظاهرات ناس. احنا بنتكلم على اطفال يا دكتور كانوا معديين بالصدفه، بنتكلم على بوابين وهم الناس وهم بيجروا عشان يهجموا على الناس اللي كانوا بيضربوا، فالبواب دوت واقف قصاد العماره فراح واخد البواب دوت وماشي. بنتكلم على ناس يعني المفترض ان انا لو عايز انا بقى احل الملف دوت هعمل حاجه لطيفه جدا، هعمل ما يمكن ان اسميه بتفتيت المعتقلين او تفتيت المسجونين دول. يعني ايه فتتهم؟ يعني اقسمهم فئات. في فئه بتاعتي اطفال، في لجنه وفي مجالس في مصر وفي جهات في مصر مسؤوله عن الطفوله والامومه، صح؟ طبعا. لا، والجهات دي هي اللي قامت وما عادتش على فيلم حلاوه روح لغايه ما اتمنع. تعالي الاولى ادرسوا لي الحالات بتاعت الاطفال دي، شوفوا مين منهم الاطفال اللي يستحقوا ان هم يخرجوا، وعمالين يتجدد لهم كل شويه لان القرار جاي ان انا اضرب 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم وفي الاخر على بال ما يتحول. ها شوف لي الاطفال دولت. في شريحه ثانيه اسمها شريحه المرضى، في ناس محبوسين وهم مرضى ما بيتعالجوش. شوف لي، راجع لي الكلام دوت، بس راجع لي بما يرضي الله، راجع لي بمعنى ان بما يرضي ضميرك يا اخي. يعني انت راجل الناس دي كلها بتصلي وبتروح كنايس اصل يا دكتور، اصل انا عارف ان ربنا موجود بس مش واثق في حكايه الضمير موجوده. صح، انا موافقك تماما. طيب عشان بس هذا موضوع شائك، وعلى فكره انا وجهت كذا ندى لرئيس الجمهوريه لان انا مش لاقي حق اتكلم من غيره. يعني هؤلاء المعتقلين ارجوك يا رئيس الجمهوريه، يا سياده رئيس الجمهوريه اللي احنا بنحبك ونامل فيه خير، لا تبدا حكمك بظلم. هناك ناس مظلومين ومعتقلين، انا مش قادر افهم يعني الناس دي بتنام ازاي؟ يعني الناس دي ليه ما بتجيبش دول يحققوا؟ شوفوا دول معتقل ومعتقل ليه وعمل ايه علشان يعتقلوه؟ خلينا ناكد تاني يا دكتور عشان الناس اللي بتتفرج علينا، وعشان شريحه الهستيريين اللي عماله تزيد. في شريحه في البلد كده انا مسميها شريحه الهستيريين، اللي هم عندهم هستيريا. اللي هو يعني انتوا عايزين البلد تبوظ ونسيب الناس ديت تقتل فيها. نفس الكلام اللي كان بيتقال ايام حسني مبارك على فكره، ونفس الكلام اللي كان بيتقال ايام الاخوان بالظبط. والمصيبه السوداء ان في إن مشكلتنا كانت مع نظام حسني مبارك في 30 سنه ان الناس كانت بتتكلم وكانك ما بتتكلمش. يعني انت اتكلم زي ما انت عايز وانا هنعمل اللي احنا عايزينه. هو ليه بالمناسبه دكتور، هو ليه انا وانت بنتكلم في ده على الهواء دلوقتي في برنامج اسمه انت حر بيذاع على CBC 2
وفي مجلس اسمه المجلس القومي لحقوق الانسان ما بيتكلمش فيها. مش عارف هو ازاي انا وانت انا وحضرتك نبقى مهتمين جدا جدا بالملف ده ان احنا نسيره ومحروقين فيه كده واحنا بنتكلم. وبالمناسبه ولا انا ولا انت حقوقيين يعني ولا لينا حد قريبنا معتقل ولا احنا لينا حد قريبنا معتقل ولا حاجه، بس ازاي او محبوس. بس ازاي انا وحضرتك قاعدين بنتكلم في الموضوع ده رغم ان في ناس المفروض ان شغلتها ماسكه الملفات دي تتكلم في ده بيعملوا ايه؟ انا مش عايز ابان برضو للناس ان انا واخد انا تاني للمره المليون بنتكلم يا دكتور في ايه؟ بنتكلم في عين داخل مؤسسه الرئاسه. وقد يكونوا بيعملوا بس زي ما بقول لك العداله البطيئه في الاول وفي الاخر يا ظلم. بص يا دكتور انا هقول لحضرتك على حاجه بمنتهى الصراحه. اتفضل. بعض الحالات اللي لما بتجيلي مثلا بصفتي معد برامج او بصفتي كاتب صحفي بعمل حاجه من اتنين، اما بكتبها والكتابه لم تعد تجدي لم تعد تجدي الان في هذه الفتره، او ان حضرتك بتطلعها في برنامج والبرامج اهو بتكلمني على اسبوع فات في مصيبه ما حصلش اي حاجه، واما بروح رافع سماعه التليفون ده على حد اعرفه واتوسم فيه انه شريف ومحترم داخل يا اما مؤسسه الرئاسه. انا بعمل كده على فكره، فكلم ناس من مؤسسه الرئاسه، ناس انا اعرفها بحكم شغلي مش بحكم ان احنا اصحاب وبنجري التراك بتاع نادي الجزيره. واعلم ان هو انسان محترم، فبلاقي اقسم لك بالله بلاقي تجاوب وتعاون شديد جدا 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 على الرغم من ان انا ممكن اكون مكلم حد على خلاف مهني معايا لانه مش طايق اللي انا بكتبه. بس عندي الحاجات اللي ليها علاقه اقول لحضرتك سر. اتفضل. الموضوع بتاع دار ايتام مكه. تمام. الاطفال اللي حصل فيه المشكله والضرب بفضل الله كنا احنا اللي عاملينه يعني. تمام. اثرناه على السوشيال ميديا. ورحت مكلم حد من رئاسه الجمهوريه. الملف الان في يدكم. انا اخليت ضميري قصاد ربنا سبحانه وتعالى. تمام. اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. فالموضوع ما خدش 3 4 ساعات من خلال السوشيال ميديا والهجمه الشرسه بتاعت السوشيال ميديا اللي هو لازم تبص لها للسوشيال ميديا دي مش عشان تقفلها ولا تحجمها ولا تعمل عليها قوانين، ممكن تبقى عين ليك منها، دي ممكن تبقى عين ليك. دي ممكن تبقى الاداه اللي من خلالها توصل للناس تعرف ان في واحد في الشارع الفلاني مات وهو بيعدي الطريق فتروح عامل كوبري. بدل ايه؟ بدل ما هيجي واحد تاني هيموت بعديها بفتره وهتبقى عنده عيله كبيره قوي فيروحوا موقفين الطريق ويروحوا حاطفين طوب على الناس ويروحوا مبوظين حاجه وتروح الشرطه نازله ويروحوا متخانقين مع بعض. تحمي قبل ما يحصل. الوقايه مش بيقول لك الوقايه خير من العلاج. احنا دكتور في الف ب علم انا بتكلم على علم اسمه علم اداره الازمات. اول خطوه هي توقع الازمه قبل حدوثها. طبعا في معطيات قدامك زي الاعصار اللي بيجي في ليه الاعصار بيجي في امريكا ما يموتش فيه غير 3 وليه لما الزلزال بيحصل عندنا بيموت فيه الاف والبيوت بتقع عشان اللي انت بتقوله ده. يا دكتور احنا للاسف الشديد دلوقتي عندنا فيشه بتتشال بعد 5 ساعات. يعني وقع زي الواقعه بتاعه العربيه اللي مات فيها 30 واحد في اسوان. العربيات العربيه على الطريق على بالليل الناس نسيت ليه اتشالت الفيشه. ونزل وبوريك فكره ان للاسف الشديد الاعلام احيانا يعمل بنفس الاسلوب القديم اللي هو يهيج الدنيا وبعد كده تاني يوم مفيش حاجه. ومش بس كده ده يكتب لك خبر مستفز جدا يقول لك الرئيس يامر بالتحقيق في الحادث. طب والرئيس لو ما امرش بالتحقيق مش هيحصل تحقيق؟ هو الرئيس لازم يامر. وهل من مهام الرئيس انه يسيب العلاقات الخارجيه وروسيا وامريكا ويسيب الدنيا ويقعد يشوف حادث على طريق بين عربيتين اتصدموا؟ يعني هل دي من مهام الرئيس؟ وهو احنا دكتور هنرجع تاني نفس القصه بتاعت الخبر الاولاني الرئيس يامر، الخبر الثاني الرئيس يستيقظ من نومه الرئيس. عايز اقول لك على حاجه، انا بعمل مسلسل دلوقتي فكنت في جريده الاهرام وهو المسلسل بيدور من سنه 48 ل 56. فالاهرام عامل شيء عظيم وعبقري انا بحييهم عليه، مركز معلومات كامل مايكروفيلم. فطلعت الجرايد في الفتره دي اقسم بالله كانما تقرا جرائد اليوم. الرئيس جمال عبد الناصر يامر بكذا، كانك مش اي حاجه اتغيرت في مصر من 60 سنه. خلينا ننقل لحته ثانيه عشان احنا يعني ايه، انت عارف انت لسه شاب صغير انا ضغطي عالي وممكن يعني انا عايز اكمل برضو شويه يعني. والله وانا برضو دلوقتي في باريس امراه منقبه حبت تخش عرض مسرحي فمنعوها، قالوا لها لازم تكشفي وشك، فرفضت فمنعوها من انها تخش المسرح. في اوبرا انت وجهه نظرك ايه؟ يعني من مخطئ ومن على حق في هذا الموضوع؟ والله انا مبسوط جدا بالخبر ده لان هيسمح لي ان انا احييك
مدحت العدل كاتب السيناريو، السيناريست الكبير المحترم، الله يخليه، عن مسلسل قصة حب، الله يخليه، لأنه المسلسل الوحيد من وجهة نظري الذي قدم صورة المنتقبة كما يجب أن تكون. المنتقبة دي هتكلم عن مصر شوية، المنتقبة دي لحم ودم، المنتقبة دي بتحب وتكره، المنتقبة دي مش بتغطي حاجة لأن هي بتغطي عورة ولا يعني. المنتقبة دي يا جماعة اتعاملوا معاها ان هي حرية شخصية، هي حرة المنتقبة دي، بس حرة بس يعني هم طلبوا منها يشوفوا وشها ويدخلوها، يشوفوا وشها ويدخلوها من حقهم. ما هو ده اللي انا بس هي رفضت، بس هي اللي يشوفوا وشها يدخلها، ما هي في حاجه اسمها احترام تعاليم يعني ممكن الأخرين. تبقى سيده، ممكن تبقى سيده تشوف وشها، لو الثانيه بقى هي مصممه لا يبقى هي غلطانه، المنتقبه دي غلطانه. ما قريتش تفاصيل الخبر الحقيقه، لكن انا اللي اعرفه ان لما بنكون عايزين في مصر حتى او في اي داخله مطار داخله بتاع سيده بتشوفها، في واحده ست بتشوفها ليه؟ لان هي كده، هي قانونها كده، هي الست دي قانونها كده. كما نسمح لان واحده تتعرى، من حق واحده ثانيه ان هي تغطي، هي حره، هي حره جدا. اذا كنا بنتكلم عن حريه، فاذا لم تتعاطف مع مذهبها او مع قناعتها الدينيه، تعاطف يا اخي مع حريتها، وانا عايزه تمشي كده بما لا يتخالف، بما لا يخالف القوانين البلد، قانون البلد اللي عايش فيه. فانا يعني خبر بالنسبه لي بيبقى مستفز. عايز افكرك برضو عشان تعرف برضو ان القوى الناعمه هي اللي المفروض ترد في مقابل داعش واللي بيعملوه. كان في حادثه زي ديت حصلت في فرنسا من كام سنه، ان هم طلعوا قانون ليه علاقه بالحجاب وبعدم ارتداء الشعرات زي الاسلام. فحسين الجسمي كان راح عامل اغنيه اللي هي الاغنيه الشهيره بتاعت يا صغر القلب، يا صغر الفرح في قلبي. الله. وقصتها قصه بنت محجبه فرحانه ان هي شغاله في باريس، وبعدين فجاه لازم هتقلع الحجاب ده غصب عنها. فعامل حتى فيديو كليب، اعتقد كان المروق سعيد المروق هو اللي مخرجه او حاجه كده. فهي يا دكتور الفكره، فكره ان انت كيف تواجه دوت بالفن افضل من ان تواجهه بداعش. والفكره فكره ان احترام القوانين لا يعني الانتقاص من قدر الناس، ولا يعني الاعتداء على حرياتهم. هل تعتقد يا استاذ محمد او يا دكتور محمد ان داعش هي هترجع تاني قصه اسلاموفوبيا، والناس تبقى خايفه من الاسلام وخايفه من اللي بدأني هل احنا داعش دي ما بعتبرهمش احنا يعني، لكن يعني هذا الشكل المشوه والمشوه للاسلام، شايف ان ده ممكن يبقى رد فعله اللي احنا بنشوفه ده؟ اخشى ما اخشى ان للاسف الشديد داعش وفزاعة داعش التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الزيادة والشراسة الرهيبة التي طرأت على داعش من خلال أفعالها، ثم من خلال تسليط الإعلام للأضواء على ما تفعله، من خلال الرجم، من خلال أنا واحد غاوي شوية فرجة على الأفلام والمسلسلات الأمريكية. ففي مسلسل مشهور جدا عندهم واخد إيمي اسمه هوملاند. فهوملاند دوت واخد ايمي يعني، وكلير دانس يعني هي المفروض حاجه كويسه، حاجه يعني كويسه. هم في المسلسل ده بيتكلموا كده عن المسلمين، يقول لك انت ازاي عايز تبقى مسلم، ده المسلم ده اللي بيقتل الناس في الحته الفلانيه، والمسلم ده. فالصوره ديت متصدره لهم. وده على فكره الرجل الرجل العادي في الشارع الامريكي، وانت تعلم انه شعب مش مثقف ولا خالص، اللي بيتفرج عليه كده او اللي بيتنقل له كده، او الصوره اللي هو ملوش ذنب في ان دي الصوره اللي هو يعرفها عن الاسلام، يعني مش مطلوب منه انه يدرس تعليم الاسلام يعني في الاخر. مطلوب مننا ان احنا نبقى سفرا للاسلام، مش كده؟ مطلوب مننا ان انت تكون اسلاما يمشي على قدمين. عايز الناس دي تحب الاسلام، وريهم الاسلام في نفسك، في لو انت بتشتغل. احمد زويل مسلم، احمد زويل مسلم. مش كده؟ ايه الجمال ده؟ هو يتكلم لغه عربيه رائعة وواخد نوبل، وفي الاخر هو مسلم يعني، مش وفي الاخر مسلم فعلا، وفي الاخر هو واجهة مشرفة، وفي الاخر انت عندك ناس ممكن يقدموا الاسلام في صورة جميلة جدا، حتى من خلال القوى الناعمة اللي كنا بنتكلم فيها ديت. عندنا ناس كتيرة ممكن تستطيع من خلال القوى الناعمة ان هي تقدم بالاسلام صورة. الولد يا محمد اللي رسم، احمد عماد الدين اللي رسم البوستر بتاع البوستر بتاع بينك فلويد، بينك فلويد سنه 18 سنه. انا عايز اقول لك، انا كنت في انجلترا وجات واحده انجليزيه على النت قالت لي مصري هفرجك واحد مصري زي ما بقول لك كده، فرحانه جدا، خبر مهم. انا قد ايه كنت فخور ان ولد مصري وسط كل الايقونات اللي بيعملوا الاغلفه يبقى ولد. ده
الشاب المصري اللي هناك بيحترموه مش اللي ماسك مولوتوف. محمد صلاح تشيلسي مثلا مصري ولا مش مصري؟ احمد حسن لما كان محترف مش كده مصري لا ولا هذا هو الاسلام الذي يمشي على قدمين زي ما انت بتقول. وللاسف الشديد احنا في حاله يجب ان نستغلها في مراجعه اسلامنا. تمام. احنا للاسف الشديد يا دكتور بنرتكب، عارف حضرتك فكره المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ طيب. نحن للاسف بنلدغ من نفس الجحر لدرجه تستدعي مراجعه ايماننا. الحقيقه انا عايز اقول لك ان انا فوجئت بكم من الشباب، مش عايز اقول ملحد، لكن شباب تايه تماما، بينكر كل الاشياء لانه هو فعلا تايه، هو مش فاهم او في حالة توهم من ان اذا كان ده الاسلام مش عايزه، يعني ببساطة اذا كان ده الاسلام. انا كنت محظوظ باني ابقى جزء من برنامج كنا بنقدمه في رمضان وتقدم هنا على طول، اسمه لحظة سكون مع مولانا الحبيب علي الجفري ومع الاستاذ خير رمضان. خير رمضان كان طبعا بيناقش فكرة الالحاد، كان رائعا في نقاشه وبسيطا وعالما. وهو الحقيقة انا الحبيب الجفري وانا يعني احبه جدا، الحقيقة انا لما بشوفه بحب ديني اكتر ما انا بحبه الحقيقة. يتكلم في المسرح كما لو كان دارس مسرح، ويتكلم في الدين المسيحي كما لو كان قس، ويتكلم في السينما وبمنتهى الهدوء والابتسامة. بجد ربنا يديله لوحدها دعوة الى الله. الله، الدعوة الى الله بالابتسامة. الحقيقة يعني هو يعني اتمنى ان يكون يعني اللي عايز يناقش حد مبتعد عن الدين او كما بيقول عن نفسه ملحد لازم يجيب حد زي الشيخ علي الجفري. حبيب علي الجفري ناقش ده، وعندنا شيخ عظيم وعالم جليل وهو شاب صغير الدكتور أسامة الأزهري، وهو انا سعدت جدا لما اختاروه في المجلس بتاع تنمية المجتمع اللي تابع لرئاسة الجمهورية. والدكتور أسامة الأزهري ده حاجة يعني رائع، بحبه. عالم عالم بمعنى شاب جميل، ان هو لو قعد مع حضرتك، لو حضرتك استضفته في حلقة مكاني، سيبك من انه هيتكلم احسن مني طبعا بكتير، بس هو هيكلم حضرتك على افلامك من البداية وحتى الان، ويقول لك ايه اللي عجبه فيها وازاي الكتابة، ويجيب لك جمل من الحاجات بتاعتك. ولو كلمته حضرتك في الكورة هيكلمك في الكورة، ولو كلمته في الادب هيقول لك افضل الروايات والاتجاهات الادبية. يمشي انه يمشي بين الناس انما انا رجل مثلكم امشي بين الناس. هو في الاول في الاخر هو ده الدين. خلينا نقلق على حاجه لها علاقه بقى، بما انك معيد اعلام او دكتور اعلام، باللجنه التي شكلت من اجل بحث الاعلام او شوف مشاكل الاعلام، مش عارف مسمى بتاعتها ايه، اللي فيها ناس كتير منهم استاذ محمد هاني طبعا الصديق، ومنهم اسامه عبد العزيز، يعني منهم ناس، منهم استاذ جمال الشاعر ياسر عبد العزيز انا اسف، ومنهم الاستاذ جمال الشاعر، ومنهم استاذ حمدي انيسي، استاذ حمدي انيسي. وانت شايف استاذه منى الشاذلي، استاذه منى الشاذلي انت شايف ايه اللجنه دي؟ انا فيها وجوه طبعا انا بعزها وبحترمها وبعتبر انهم خبراء اعلام بجد، يعني مش عايز اكرر الاسماء تاني. كلهم طبعا بس لا مش كلهم، لا مش كلهم طبعا، بس اسماء مش عايز اقولها تاني عشان لازم ما تقولكش ده يعني، لكن انا بعتبر ان محمد هاني طبعا واحد من خبراء الاعلام اللي هم لايديهم في الشغلانه، عارف الشغلانه، وفي نفس الوقت عنده حاجه كده زي ما يكون ماسك ميزان ذهب. يعني انا بجد يعني اي حاجه لها علاقه بالاعلام، انا لما بسمع الاستاذ محمد هاني صحيح. انا بحس ان هو عنده راي صائب وقائم على توازن عقلي وقادر على اقناعك بالظبط. فاكيد في ناس زي الاستاذ محمد هاني، لكن في ناس تانيين انا يعني مش عايز اجيب سيره حد، لكن انت رايك في المنظومه نفسها، فكره اللجنه؟ اصل انا كلمه اللجنه دي بتجيب لي حساسيه. انا بحس ان ما دام في لجنه يبقى فيش حاجه هتحصل كما كل اللجان، واخد بالك؟ يعني احنا بلد اللجان، بلد بتاعت لجان. طبعا انت عارف طبعا روايه صنعاء ابراهيم العظيمه اللجنه. طبعا طبعا من اهم رواياته. خلينا اقول لحضرتك اللجنه ديت هي اتشكلت ليه. اللجنه اللي احنا بنتكلم فيها، اللجنه دي اتشكلت على حسب ما قريت، استدراكا للخطا الذي وقع فيه السيد رئيس الوزراء اللي انا اعرف ان هو عامل بكره اجتماع للاعلاميين، واعتقد حضرتك هيتم دعوتك. جايبها لك من الكنترول والله. اوكي تمام. السيد رئيس الوزراء قرر ان هو يعمل لجنه تبحث التشريعات الاعلاميه.
تمام. فعمل مين؟ جاب السيد المحترم الاستاذ اسامه هيكل الذي كان وزيرا سابقا للاعلام بكل التحفظات على ادائه خلال فتره وزارته للاعلام، وقد اصبح الان مسؤولا عن النايل سات. فجابه وكانه جابه بصفته، بس هو احنا عارفين اتجاهات الاستاذ اسامه هيكل ايه، وعارفينه انه في فتره من فترات محسوب على الدوله، وهو الى الان هو رجل يشغل منصب تنفيذي في الدوله. وجاب حد زي الاستاذ عصام الامير بصفته، ها، وجاب بعض الاسماء اللي اقدر اقول لك وانا مرتاح الضمير والبال، هو احنا هنعيده تاني؟ يعني هو احنا مفروض علينا نفس الاسماء دي؟ مع كامل الاحترام ليهم. لا انا كامل الاحترام بعض احمد تبقى يا اخي عايز تغير وشوش حتى وفكر علشان ما نبقاش ماشيين على نفس، بغض النظر احنا محترمينهم يعني الدكتور جمال جنزورو انا بعزه واحترمه جدا، لكن انا شايف ان الفترة القادمة محتاجة وجوه اخرى، يعني وجوه اخرى ودم جديد ووجوه غير محسوبة على الانحياز. انا في مثل بقوله لزمايلي من الطلاب، بقول لهم اللي سافر سافر. يعني ايه اللي سافر سافر؟ يعني اللي انحاز انحاز. فانا مش هصدقه لما يجي يعمل لي فيها موضوعي فجأة ومنظر، يعني اللي راح للسكة بتاعت هو ومفيش حد اللي هو مش عارف ايه ده راح خلاص مش هيرجع، واللي راح للسكة التانية بتاعت مرسي ومش عارف ايه وشاي ده راح، واللي سافر سافر. انا عايز العب على الناس اللي تتمتع بقدر من المصداقية والتوازن النفسي. اللجنة اللي حضرتك اتكلمت عنها دي بقى فيها استدراك للجنة الاولانية، تمام، اللي هي ايه؟ استدراك لفكره ان ازاي حتى النقاب الصحفيين كانت اعترضت. استدراك للناس اللي سافروا، استدراك للناس اللي سافروا واستدراك للناس اللي احنا عارفين ان هم سافروا مش هيفيدوا الدنيا. مع تحفظي على اسم او اسمين من اللجنه الجديده، لكن دي لجنه محترمه. هتعمل ايه بقى؟ ده اللي المفروض نقوله. او الذي ننتظره. ما الذي ننتظره من هذه اللجنه؟ انا انتظر من هذه اللجنه، ها، انتظر منها صراحه تصويب للأداء المهني للعاملين في مهنة الإعلام. تصويب بمعنى ان عارف يعني تحط ميثاق شرف إعلامي ولا المواثيق إيه؟ موجودة دكتور. تمام. الفكرة فكرة عقاب المخطئ. تمام. مش بتكلم على رقابة ولا بتكلم. لا انا فاهم. بتكلم على معايير. بتكلم على معايير تتحط. المعايير ديت لما تتحط، ها، اللي خلفها لازم يتعاقب. تمام. ولذلك انا مثلا من المعترضين على الكيان الذي اسميه كيانا هلاميا واسمه غرفة صناعة الاعلام. وكنت قلت الكلام ده يعني قبل كده، ان انا وكاني بدي القط مفتاح القرار. تعالى يا عم بتاع القناه الفضائيه اللي هنا على بتاع القناه الفضائيه اللي هنا، رؤساء القنوات الفضائيه عملوا حاجه اسمها كيان هلامي، انا بسميه كيان هلامي اسمه غرفة صناعة الاعلام. فغرفة صناعة الاعلام ديت انت بتطالبها ان هي تعدل المهنه، وهم ما عدلوهاش، وهم رؤساء قنوات. عفوا، هم ملاك قنوات ومش هيعاقب حد عنده يعني. وهيعاقب حد عنده ازاي؟ فانا انتظر مثلا ان النغمه اللي زادت الفتره اللي فاتت، ها، بتاعه 25 يناير مؤامره، واللي هيقول 25 يناير ثوره هديله على قفاه. انتظر ان المذيعين اللي من هذه الشريحه، ها، يبقى في حاجه كده تجرم اهانه الثورتين. انا موافقك تماما. الثورتين. انا موافقك تماما. ثورتين. فإهانة الثورتين. وبالمناسبة هو يجرؤ حد، ها، يجرؤ حد دلوقتي يطلع حد بينتقد 30 يونيو؟ لا طبعا. ليه؟ لان هو الخط العام دلوقتي ان انت بتشوط في 25 يناير. الرئيس الدولة يقول لك 25 يناير ثورة، ودلوقتي يقول لك لا مش ثورة وهديله على قفاه. رئيس الدستور المصري بيقول لك اللي اكتر من كده، الجيش المصري معلق نشان هنا اسمه سنه 25 يناير وفي ويقول لك لا مش ثوره دي مؤامره. بص يا استاذ محمد، دكتور محمد، انت قلت كلمه زي رجعت الحزب الوطني، انت قلت كلمه خلاص انا مش هقولها، لكن انا هنهي ان لم تستحي اصلا مشيت. انا بشكرك يا دكتور ونورتني، ودايما يعني متلقلق ومتالق كده. معلش كنا سخنين النهارده. لا جميل، ما ده لازم نبقى سخنين. انا بجيب شباب زيك عشان ابقى سخن معاك. الله يخليك، نورتني يا دكتور، ميرسي جدا جدا. فاصل وهنستقبل مشوار باند. ما تقولوا يا جماعه فرقه باند، فرقه مشوار وخلاص. ليه باند؟ ليه كلمه عربي وكلمه انجليزي؟ فاصل، استنانا او ما تستناناش، انت حر.